بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الشابتر الثامن والأخير في منهج المساحة، وهنتكلم عن حاجة بنسميها الليفلينج أو الميزانية باللغة العربية، وده يعتبر أهم شابتر في الكورس دوت أو في المساحة المستوية. الميزانية يعني إيه ميزانية ويعني إيه ليفلينج؟ نقول المساحة عامة هي بتهتم بإيجاد إحداثيات النقاط. لغاية دلوقتي أنا عرفت أجيب الإحداثيين الاتنين بتوع أي نقطة، عرفت أجيب لها X و Y أو الـ E والـ N، ولكن النقطة بيبقى لها إحداثي تالت اللي هو الارتفاع. فالنقطة المفروض إحداثياتها الـ X والـ Y والـ Z أو الـ E والـ N والـ H. الميزانية هي اللي هتختص بإيجاد قيمة الـ H اللي هو الارتفاع. وعشان اجيب الارتفاع لازم الارتفاع او الانخفاض دوت يكون عن حاجة ثابتة. يعني ارتفاع عن ايه؟ هل ارتفاع عن سطح الارض ولا ارتفاع عن مستوى مقارنة ثابت بنسميه ديتم؟ واذا كان في ديتم ما هو هذا الديتم؟ شغلة الميزانية او شغل الليفلينج هو تحديد نمرة واحد ايه هو الديتم دوت، نمرة اتنين ازاي اعرف اجيب ارتفاع او انخفاض اي نقطة عن هذا الديتم او عن هذا المستوى الخاص بالمقارنة. طيب استخدامات الميزانية بقى هستخدمها في ايه؟ يعني هتفيدني في ايه؟ يقول لي اولا هتستخدمها في تصميم الطرق. عشان اصمم طريق لازم اعرف الطريق ده ماشي افقي، ماشي مايل لاعلى، مايل لاسفل، وهل يا ترى الميل اللي هو مايل بيه دوت يسمح بمرور المركبة او لا. نمرة اتنين هستخدمه في توقيع المشاريع الهندسية عامة. ما ينفعش اجي اصمم مبنى واصممه على ارض مايلة، يبقى الاساس جزء منه في منطقة عالية وجزء منه في منطقة منخفضة، الكلام ده ما ينفعش. الحاجة التالتة هيحسب لي كميات الحفر والرياض. عايز اعمل طريق فهساوي الطريق دوت او هخليه مايل بميل منتظم، يبقى لازم هحسب كميات الحفر والردم عشان اعرف هنقل كمية اتربة قد ايه من الموقع او هجيب اتربة قد ايه من الموقع الى الموقع. كل دي حاجات هنستخدمها عن طريق الميزانية او هنعرفها باستخدام منهج الميزانية. لو جينا للميزانية انواعها، عندي ثلاث أنواع أساسية من الميزانية. ميزانية بنسميها الميزانية الهندسية الجيومتريك ليفل، وحاجة بنسميها الميزانية المثلثية أو الترانجومتريك ليفلينج، وحاجة بنسميها الميزانية الدقيقة أو البريسايز ليفل. كل نوعية من دول ليها استخدامها الخاص بيها، إلا إن كلهم مشتركين في حاجة واحدة، هو كيفية إيجاد ارتفاع أو انخفاض أي نقطة عن مستوى المقارنة اللي احنا هنتفق عليه ما هو هذا المستوى. طيب هنبتدي أولا بالجيومتريك ليفل، الميزانية الهندسية. إيه هي الميزانية الهندسية؟ يقول لي والله عندي نقطة اسمها نقطة A ونقطة اسمها نقطة B، النقطة دي ليها ارتفاع والنقطة دي ليها ارتفاع، دلتا اتش دي هي الديفرنس ان اليفيشن بتوين اي اند بي، هي الفرق في الارتفاع ما بين نقطتي اي وبي. عشان اجيب دلتا اتش ديت هحتاج الاتي، هحتاج جهاز هنا يسمى الميزان، هحتاج الحامل الثلاثي دوت اللي احنا بنسميه الترايبود، هحتاج مسطرة مدرجة هنا بنسميها الاستاف او الليفلينج رود او القامة باللغة العربية، ومسطرة مدرجة هنا برضو عشان اعرف اجيب القراية. هجيب القراية عند نقطة A بكام والقراية عند نقطة B بكام، اطرح الاتنين من بعض يديني دلتا H. الترانجومتريك ليفلينج هي نفس الكلام برضو، عندي نقطة A وعند نقطة B وهجيب دلتا H، بس المشكلة عند هنا ما قدرتش استخدم الجهاز القديم. ليه؟ الجهاز القديم دوت بيتحرك في مستوى افقي فقط، يعني ما يقدرش احركه في مستوى راسي لاعلى او لاسفل، ولكن هنا نتيجة ان الارض اللي فرق الارتفاع كبير ما بين النقطتين فبضطر اجيب جهاز غيره خالص
صالح ان هو يتحرك في مستوى رأسي زي كده، التلسكوب اصبح مايل لأعلى وممكن يبقى مايل لأسفل حسب طبيعة الأرض. وفي الحالة ديت انا بستغل الزاوية الرأسية ديت هي اللي بتجيب لي فرق الارتفاع، وبالتالي انا عملت هنا مثلث وحليت المثلث ده، نقوم نسمي دوت الترانجومتريك ليفلينج، ولكن هي في الاول وفي الاخر هي تجيب لي فرق الارتفاع ما بين نقطتي الاي والبي، بس المرة دي جبتها عن طريق مثلث، المرة اللي فاتت كانت عن طريق الميزان مباشرة. البريسايز ليفل اللي هو الميزان اللي قدامي ده ميزان دقيق شوية، حتى ليه الاصطاف القامة بيه او القامة الخاصة بيه اللي هي المسطرة المدرجة بتبقى اكثر دقة من المسطرة العادية، والجهاز نفسه اسمه بريسايز ليفل ودقته اعلى بكتير جدا من الميزان العادي، ولكن البريسايز ليفل ما بستخدمهاش الا نادرا لما بحب اثبت نقطة جديدة ذات منسوب معلوم، ولكن في اعمال الميزانية العادية اللي احنا بنتعامل بيها بتشتغل بيه الجيومتريكال ليفل.